أثارت صفقة انتقال اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي جدلاً واسعاً باعتبارها الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، أكثر من 4 ملايين يورو في الأسبوع، 16 مليون يورو في الشهر، 200 مليون يورو في العام الواحد، نصف مليار يورو سيتقاضاها رونالدو حتى انتهاء عقده في عام 2025، إضافة لإقامة في قصر في العاصمة الرياض تبلغ قيمته 14 مليون يورو، يحتوي على مسبح ومساحة للاستجمام وناد رياضي خاص بلاعب الكرة العالمي وصالة بلياردو ومرافق أخرى. المتحمسون للصفقة اعتبروها إنجازاً رياضياً للسعودية رغم ارتفاع كلفتها المالية، حيث ستتمكن المملكة من استثمارها رياضياً وسياحياً وحتى سياسياً، وقد تنجح في استعادة أكثر مما دفعته في هذه الصفقة من خلال استثمار رونالدو كعلامة تجارية في تسويق مشاريع المملكة ورؤيتها لعام 2030. أما منتقدوها فاعتبروها تبذيراً للمال، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المملكة، وطالبوا في المقابل بتوجيه هذه الأموال إلى دول إقليمية تعاني من أزمات اقتصادية وجوع وفقر وبطالة، وتقف بعض هذه الدول على شفا الإفلاس ويغرق بعضها الآخر في حروب داخلية، فيما يعيش الملايين من شعوبها بين النزوح واللجوء. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في أنت الحكم لهذا الأسبوع. نفتح نافذة لصوتكم واختلافاتكم حول قضايا سياسية متعددة، فصوتكم يصنع الحدث وأنتم الحكم. واليوم نسأل، هل صفقة رونالدو هي إنجاز رياضي أم إهدار للمال؟ لماذا تنفق السعودية هذه الأموال على صفقات لا تنفقها على صفقات تجارية ولا توجه هذه الملايين لدعم الدول الإقليمية الغارقة في الحروب والفقر وتقف على شفا الإفلاس؟ هذه التساؤلات كانت مثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، اخترنا من تعليقاتكم هذه التغريدات. عبد العزيز يقول، كريستيانو رونالدو صفقة فيها إهدار للمال العام، هذه الصفقة لعب 11,145 مباراة، حقق 819 هدف، 34 لقب، فاز 4 مرات بالحذاء الذهبي، ولديه أكثر من 500 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي. كريستيانو رونالدو إلى النادي النصر السعودي في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم. ويعتبر عبد العزيز بأن هذه الصفقة هي إهدار للمال، ويقول في تغريدته، كريستيانو رونالدو صفقة فيها إهدار للمال العام بقيمة عقد تسوي مصنعا أو ملاعب أو حتى حي سكني في أو مشفى أو تصريف الأمطار التي تدوم للأبد. أما سليمان الدوسري فيقول إن للصفقة فوائد لا حصر لها، ويذكر في تغريدته، ليس شرطا أن تكون نصرويا حتى تتحمس لحضور كريستيانو رونالدو للمملكة باعتباره واحدا من أفضل اللاعبين بالتاريخ. أتفهم كثيرا تداعيات التنافس الرياضي وترحيب البعض ورفض البعض الآخر، لكن ما بين هؤلاء وهؤلاء علينا النظر كسعوديين للصورة الكبيرة، وسنجد أن المكاسب لا حصر لها حسب تعبيره. أما تركي الشلهوب فينتقد الصفقة ويربطها بالقفز ويربطها بالفقر والبطالة في السعودية، ويقول المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار والضرائب والبطالة، ونظام بن سلمان سيعطي كريستيانو رونالدو نصف مليار دولار خلال سنتين فقط في هذا العقد، يعلم الله كم سيجني من الهدايا والعطايا. عدنان يؤكد أن نادي النصر هو مستفيد من هذه الصفقة، ويقول في تغريدته، عقد رونالدو فيه قفزة تمكنه الانتقال إلى أي ناد على سبيل الاستعارة، ويمكن ذلك في الصيف بعد 6 شهور، لكن المستفيد هو نادي النصر كاستثمار ودعايات رائعة للكرة السعودية عامة، وسيكون النصر وجهة نجوم آخرين لاستثمارهم في الميركاتو. متقاعد يعتبرها إهدارا للمال العام، ويقول في التغريدة، رونالدو أصبح لاعبا في فريق النصر السعودي بعقد ممتد لأكثر من مليار دولار لتكون بذلك أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، في ذمتكم، هذه ليست إهدار للمال العام، وفي دول الخليج الناس يحتاجون وتحت خط الفقر، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها
تدميره، صدق الله العظيم، كما يختم في تغريدته. أما زينو فيتحسر على وضع العرب ويقول في تغريدته: آه على العرب وما آلوا إليه، أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم على لاعب شرفت أو شرف على 40، ماذا لو حولت كل هذه الأموال إلى أطفال اليمن أو سوريا أو العراق أو فلسطين؟ ألم يكن ذلك خير؟ أهلا بكم أعزائي المشاهدين. قبل الترحيب بضيوفي أرحب أذكر بالسؤال الذي طرحناه في موقع قناة الحوار على فيسبوك لاستطلاع آرائكم. السعودية وصفقات رونالدو، هل هي إنجاز رياضي أم إهدار للمال العام؟ النتيجة كانت على الشكل التالي أعزائي المشاهدين: 31% فقط يرونها إنجازا رياضيا، أما الأغلبية 69% يرون أنها إهدار للمال العام. إذن ب31 فقط مقابل 69، هذه هي نتائج الاستطلاع. أرحب بضيوفي الكاتب والصحفي أنور القاسم ومن لندن الناشط السياسي السعودي محمد العمري. أهلا بكم ضيفي العزيزين. أستاذ أنور، إذا سمحت لي أن أبدأ معك بهذه النتيجة: 31% يرون إنجازا رياضيا بصفقة رونالدو مع السعودية التي ستكلف السعودية حوالي نصف مليار دولار خلال 2.5 عامين. 31 فقط يرونها إنجاز رياضي. إذا كانت إنجازا رياضيا، فما هو الإنجاز الرياضي الذي ستدفع السعودية نصف مليار خلال 2.5 عامين للاعب شارف على 40؟ يعني لا يخفى عليك أخي جمال وعلى المشاهدين أن الرياضة أصبحت كالفن أيضا، بعض أنواع الفن. أمريكا غزت العالم من خلال هوليوود، وبالتالي أثرت بشكل كبير وصنعت أجيالا وفق رؤيتها الخاصة، غزت العالم من خلال الفن، القوة الناعمة. الرياضة لا تقل، إذا لم نقل أكثر وأكثر تأثيرا بكثير من الفن، والآن أصبحت الرياضة عاملا أساسيا في تنشئة الشباب وأيضا تغيير بعض الأفكار عن مجتمعات مثل السعودية، مثل دول الخليج. ما حصل مؤخرا في مونديال الدوحة غير الصورة العالمية عن العرب بعد أن أتت ملايين الجماهير وشاهدت الدول العربية عن قرب، شاهدت كرم الضيافة، شاهدت التقاليد الرائعة، شاهدت أن العرب لم يستطع أحد أن يفرض عليهم رأيه، خاصة طبعا كرم وأي كرم، يعني عندما تدفع للاعب شارف على 40 نصف مليار خلال 2.5 عامين، لا أعتقد في أنه أي أحد في العالم سيستطيع المنافسة بهذا الكرم والسخاء. نعم هذا صحيح، لكن بالمقابل أنت تتحدث عن أهم لاعب في العالم وليس أي لاعب. نعم هو سبعة يعني قارب على 40، لكن لا زال الرقم الصعب في الكرة العالمية. الرجل حصل على 5 جوائز كأفضل لاعب في العالم، أيضا الرجل لديه تأثير لا يوجد لأي رئيس دولة ولأي منظمة عبر العالم. لاحظ هذا الشخص مثلا حينما ظهر في إعلان لا يتعدى 2 أو 3 دقائق فقط، وأمامه كانت علبة كوكاكولا وعلبة مياه غازية، أزاح فقط بحركة بسيطة من يده علبة الكوكاكولا فخسر، فدفعت الشركة 5 مليارات خسائر فقط لحركة من يده. الرجل يعني لديه أكثر من نصف مليار مشاهدة، هناك من يتحدث عن 800 مليار، يعني أكثر من مجموعة كبيرة من الدول. هو مكسب حقيقة للسعودية، وتستطيع أن تجني أضعاف هذا المبلغ الذي ستصرفه عليه. أيضا ستستفيد منه أجيال الكرة الواعدة في السعودية. السعودية رقم صعب في الرياضة الدولية الآن، هي تغلبت على بطلة العالم الأرجنتين كما فعلت مثلا، ولكنها لم تستطع التأهل للدور الثاني بالمحصلة بالنتيجة. نعم هذا صحيح. بالمقابل بريطانيا مثلا التي حصلت فقط على بطولة عالمية واحدة 1966، هي لا زالت تحاول حتى الآن، وصعدت في معظم يعني بطولات العالم الى الدور نصف النهائي، او الى، لكن لم تحصل على الدور النهائي. هذا لوحده يعتبر نصرا، يعتبر تقدما،
لكن هي بداية طيبة للسعودية. طيب بداية طيبة للسعودية أستاذ محمد، ما رأيك؟ هناك أغلبية ترى بأنها إهدار للمال، وينسون بأن هناك فوائد مثل اللي ذكرها أستاذ أنور، وهناك أيضا ناحية إعلامية لما يتمتع به الرجل. يعني أنقل لك عن بعض التقارير، كريستيانو رونالدو يتجاوز عدد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر 100 مليون، يتجاوز عدد متابعيه في إنستغرام 500 مليون، يتجاوز عدد متابعيه على فيسبوك 200 مليون. كل هذه الأعداد المليونية من المتابعين، ألا يمكن استثمارها من قبل السعودية إذا دفعت لهذا الرجل مليار ولا حتى نصف مليار خلال 2.5 سنين؟ ألا يستحق هذا المبلغ؟ نعم، أهلاً وسهلاً بك أستاذ جمال، وكذلك بضيفكم الكريم أستاذ أنور. الحقيقة أن الموضوع شائك من حيث الاستراتيجية، بصفة عامة أكيد هو مفيد للسلطة، لكن بالنسبة للشعب أمر مضر وفي تذمر الحقيقة واسع. والدليل على ذلك أن الحكومة السعودية عندها صندوق المواطن أو الضمان الاجتماعي أو صندوق المساعدات للمتضررين تحت خط الفقر أو ما شابه، فيه 12 مليون مواطن سعودي يستفيد من هذا الصندوق. فلذلك الموضوع الحقيقة إن كان الهدف سياسي فالحكومة تستفيد، لكن إذا كان الهدف رياضي أو اقتصادي أو استثمار هذه فيها نظر الحقيقة. طيب رياضيا لماذا لا تستفيد من واحد من أفضل اللاعبين في العالم، يعني بخبرته بمهاراته، ألن يرفع الكرة السعودية ومستوى الكرة السعودية؟ الإشكالية الآن الرياضة في السعودية الحقيقة يعني لا توفر فيها البيئة المناسبة، بيئة الملاعب، بيئة النقل التلفزيوني، بيئة الحكام، في إشكالات كبيرة وفي صراعات أيضا كبيرة موجود عند في المجتمعات أو في روابط المشجعين. فلذلك اليوم أنا تابعت الحقيقة بالأمس واليوم أحداث الساحة الرياضية، استشفيت الآن مصطلح جديد، العدالة الرياضية غير موجودة. هذه الصفقة مولها صندوق الاستثمارات أو الحكومة، لم يمولها النادي. لذلك كثير من الأندية الآن متضايقة، بالذات أنظمة أندية العاصمة، فضلا عن أندية الأطراف المدن الصغيرة، هذه مظلومة ظلم شديد من حيث العطاء والدعم. ففي تمييز واضح الآن نحو هذا النادي أو أندية العاصمة. يعني تقول أن النادي ليس لديه هذه الأموال أصلا ليدفعها لرونالدو؟ النادي مديون أصلا، وأغلب الأندية السعودية الحقيقة مديونة أو خاسرة، يعني ما في إشكالات إدارية، في إشكاليات في البنية الرياضية غير مكتملة، لا بنية الملاعب، يعني في أمور الحقيقة إشكالات كثيرة. كان الأولى الحقيقة إصلاح هذه البنية ثم الانتقال إلى بناء أكاديميات على سبيل المثال للنشئ للصغار مثلا، أو أندية الأحياء أو أندية يعني ما شابه. هذه الصفقة الحقيقة هي سياسية بامتياز تحت عنوان طبعا الغسيل الرياضي. فلذلك قضية الصفقة صحيح في ظاهرة مفيدة عالميا دعائيا سياحيا ممكن مفيدة، لكن هي مفيدة الحقيقة هي للسلطة وليس للشعب، خاصة أنه رسم استراتيجية الرياضة الحقيقة غير معني فيها لا مجلس الشورى ولا الشعب. فلذلك هي مفروضة أو مكتوبة أحاديا. لذلك قضية الرياضة الحقيقة يوجد إشكالات عميقة، أنه دائما الفائز بهذه البطولة يكون من العاصمة فقط لا غير. فلذلك في إشكالية في العدالة الرياضية موجودة. طيب وبقوة. نعم أستاذ أنور، يعني الآن نفصل، ما الذي ستستفيده الكرة السعودية؟ نادي النصر السعودي بالله عليك، يعني لاعب وحش، ما الذي سيحققه؟ هو ليس ساحرا بالنهاية، هو يلعب مع فريق، فعندما كان يلعب مع فرق أوروبية كبيرة وعريقة، هذه الفرق فيها العديد من المحترفين، ليس رونالدو وحده، فيمكن أن يشكل إضافة مهمة في مثل هذه الفرق. أما بنادي النصر لوحده ماذا سيفعل؟ عمره 37 سنة، يعني شارف على الاستقالة من لعب كرة القدم. يعني دعني أيضا يعني أخذ بعض الملاحظات من الصحافة السعودية ووسائل التواصل، تابعتها بشكل جيد. أعتقد يعني التشجيع الكاسح لوصول هذا الرجل إلى السعودية ليس فقط من المواطنين السعوديين بل أيضا من كل دول الخليج. الخبر الأول في تويتر على الإطلاق
رونالدو وزوجة رونالدو. أنور أنا أسألك عن الفائدة الرياضية، سأتي نعم. سأتي للجوانب الدعائية والإعلامية، لكن الآن الفائدة العملية، هذا لاعب رياضي، هذا ليس فنان، هذا ليس سيلبريتي إعلامي، هو لاعب كرة قدم، ماذا سأستفيد منه في نادي النصر؟ هل سيصبح نادي النصر مثل مانشستر يونايتد ولا تشيلسي؟ أنا في اعتقادي أنه أهم من كل نجوم التمثيل والنجوم العالميين، هو الرقم الصعب العالمي الأول. عدد طبعا يدل على ذلك عدد المشاهدين لهذا الرجل، هو سيضيف إلى فريق النصر، سيحقق بطولات كبيرة جدا. حتى الآن بيعت فقط القمصان التي مكتوب عليها فقط والموجود عليها صورة الرجل، بيعت بي 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 بالملايين. يا أنور مرة أخرى تذهب لي إلى الناحية الإعلامية، أنا أسألك في الناحية العملية، لاعب كرة قدم، يعني لو استطاع أن يحقق شيء لحقق منتخب البرتغال الذي خسر أمام المغرب. نعم هذا صحيح، لكن سيحقق أولا، هناك جيل كبير من السعوديين سواء بنادي النصر أو غيره متولع أو مهتم بهذا الشخص شخصيا باعتباره الأول على مستوى العالم، وبالتالي سيتأثر به بشكل كبير. أيضا هو صرح بأنه سيساعد النوادي والنشئ على احتراف الرياضة، هذه مساعدات مهمة جدا. أيضا هو سيساعد السعودية كدولة على التنافس على استضافة بطولة العالم. يعني لا، بالنسبة لكرة القدم كلاعب قد لا يحقق أي شيء، نعترف، بالنسبة لنادي النصر ولن يشكر حتى أي إضافة، وربما نادي النصر لن يحقق أصلا المرتبة الأولى في الدوري القادم. هذا قد يحدث طبعا، هو في النهايه لاعب ضمن مجموعه من اللاعبين، لكن اداء هذا اللاعب تركيز الصوره تركيز، يعني انا ادفع عليه 200 مليون دولار ونادي النصر لا استطيع ان اضمن المكان الاول في الدوري، يا سلام، يعني اي صفقه هذه يا انور؟ يعني رياضيا نعم قد تحدث، قد يحدث ان 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 يخسر النصر او يفوز، لكن نحن نتحدث عن صفقه كبيره، صفقه كامله، نتحدث عن ان الرجل قد يجلب من خلال اسمه، من خلال سمعته مثلا، بطولة آسيا ب 28 أو بطولة الألعاب أيضا ب 32 الآسيوية للسعودية، بطولة العالم ب 30 ستتنافس بها، هناك اسم عالمي الآن يروج في السعودية. ما المشكلة محمد، ما المشكلة أنه مثل هذا اللاعب يكون ملهم للشباب الصغير السعودي ليتجه للرياضة ويصبح مثل اللاعبين الكبار، يشجعهم على لعب كرة القدم، يحفزهم، يرفع من هممهم، أين الغلط يعني في استثمار حتى مثل هذا المبلغ مع رونالدو إذا كان هذا الهدف هو الشباب السعودي والنشأ السعودي؟ الحقيقة من فترة طويلة والحكومة السعودية ضخمت الرياضة، بالذات رياضة كرة القدم، فأصبح في عملية مبالغة في هذه الممارسة، بحيث يلعبون في الليل وفي الصباح وفي المساء وحتى في رمضان. فالقضية ما تحتاج شخص يعني ملهم يشجعهم على اللعب، لا، هم الشعب في السعودية الحقيقة هو شعب رياضي، وبالذات في رياضة كرة القدم حاله كحال الشعوب الأخرى. لكن أنا بودي أنا أقول أنه هذا اللاعب أو غيره من اللاعبين الدوليين والعالميين لن ينقل السعودية للمستوى العالمي، والسبب أن المنافسات السعودية الحقيقة لا تخرج عن آسيا إلا في حالة الوصول إلى كأس العالم، ثم أنه حتى يروج للبطولات الأخرى ككأس آسيا أو أي مناسبات آسيوية، السعودية نظمت أغلب هذه المناسبات بدون لاعبين دوليين. بقي قضية الآن 2030، هل تنظم السعودية كأس العالم؟ القضية تحتاج أيضا إلى بيئة رياضية، ملاعب والاهتمام بالبنية اللاعبين وأمور الحقيقة، ولكن كثيرة. هذا الشيء ربما يساهم فيه رونالدو من خلال الدعاية ومن خلال اسمه وعدد المتابعين الكبير جدا، إذا ما روج لاستضافة السعودية لمباريات كرة أو لبطولات قادمة في السعودية، ألن يساهم هذا بشكل مباشر في إنجاح رؤية السعودية 2030؟ هو يساهم يعني إعلاميا سياسيا، لكن رياضيا لا أعتقد، لأنه السعودية أصلا تصرف الملايين على الرياضة بكل صراحة، يعني فلا تحتاج هذا اللاعب أو ذاك اللاعب بقدر ما تحتاج للترويج للسياحة مثلا، لقضايا الترفيه الأخرى، لكن في الرياضة أو الاستثمار أو الربح، ما أعتقد السعودية تفكر في الربح بقدر ما تفكر بإمكانيات اللاعب العالمية كلاعب مشهور. طيب، حتى ولكن أنت بدأت الحلقة محمد وقلت أنه هناك صندوق للبطالة وهناك عدد من المحتاجين لمثل هذه الأموال،
هل هناك دليل بأن هذا المبلغ 200 مليون دولار سيذهب على حساب تلك الصناديق؟ يعني نصف مليار خلال سنتين ونصف اللي ستذهب من لرونالدو، هل ستذهب من على حساب جيوب السعوديين؟ هو الإشكالية الكبرى الآن أن ميزانية الدولة المعلن عنها قبل شهر حددت أنه 60% من عوائد أو من دخل ميزانية الدولة من البترول، و30% من الضرائب من ضريبة القيمة المضافة. يعني هذه ضريبة القيمة المضافة تؤخذ من الغني ومن الفقير، ثم أنه في جزء أيضا من الضريبة يأتي من عوائد الحج. الآن ميزانية، إذا ميزانية وزارة الرياضة أو صندوق الاستثمار أو من مول هذه، ثلث الصفقة رونالدو مأخوذة من أموال الشعب خاصة الفقراء. فهنا الإشكالية الكبيرة أو حتى الإشكالية الأخلاقية، كيف نحن نأخذ من ضرائب من الفقراء ثم نصرفها في الترفيه أو في السياحة أو في أي أمر آخر، وهؤلاء يحتاجون أن نعيد لهم الأموال لأنه أصلا لا تكفيهم. ونحن الدولة باعترافها يوجد 12 مليون في حساب المواطن، فهذه إشكالية الحقيقة أخلاقية. لذلك يعني هذا هو السؤال أنور، أنه هذه الأموال كان يجب أن تصرف في أماكن حساسة تحتاج لمثل هذه الأموال. أنابيب الصرف الصحي التي طافت بعض المدن السعودية خلال الأسابيع الماضية، ألم يكن أولى دفع هذه الأموال لإصلاحها لحماية ممتلكات السعوديين وحتى أرواحهم من مثل تلك الفيضانات؟ هو بس خليني بس أؤكد على نقطة واحدة فقط. شوف، بالإمكان الحقيقة تمرير هذا الأمر لو كانت هذه الأموال من الأموال الخاصة للأندية، أما الأموال العامة فهذه فيها نظر. نعم. طيب الجواب عندك أنور، تفضل. نعم، أنا طبعا أولا يجب أن لا نخلط حقيقة، هذا الطرح طرح عادل وطرح منطقي وطرح مقبول وليس عليه غبار. طبعا الإصلاح أمر مطلوب، الصرف على المواطنين أمر حاجة وطنية وقومية ومنطق، يعني لا يمكن النقاش فيه، لكن نحن نتحدث عن الرياضة. يجب أن لا نخلط الرياضة بالاقتصاد بالسياسة، هناك موضوع رياضي الآن. هناك أيضا صرف كبير ليس فقط على الرياضة، هناك صرف على أيضا المسارح والفنون والثقافة والسياحة، هذا صرف كبير جدا، يعني لم يقتطع من الصرف على هذه القطاعات. ولكن هذا المبلغ خيالي يا أنور، 200 مليون دولار على لاعب واحد ومن نادي، يعني نادي ليس، لا أتوقع أصلا أن نادي النصر عنده تلك الميزانية الضخمة ليعطيها لرونالدو. يعني قد ننظر إلى الصورة الكبيرة، هو ليس يعني هو عمليا سيلعب لنادي النصر، لكن هو عمليا في السعودية، هو إضافة للكرة السعودية. هذه الصفقات جمال، أنت في أوروبا وتعلم صفقات الرياضة، وأغلبها مثلا مؤخرا كانت من روسيا ومن دول عربية وخليجية بالتحديد، تشتري نوادي كبيرة في بريطانيا، في فرنسا، في ألمانيا، في نعم، في غيرها وفي إسبانيا، وتصرف مليارات المليارات وتجني المليارات. الرياضة الآن، ما الذي سيجني نادي النصر يا أنور؟ أنا أعرف كلامك، أنت هنا حتى تشتري قميص لأحد الأندية البريطانية أو حتى الفرنسية تدفع مبالغ ضخمة جدا مقارنة مع قيمته الحقيقية، لكن نادي النصر يعني ما الذي سيجنيه من خلال الدعاية التي سيقدمها له رونالدو؟ إذا تحدثنا فقط عن نادي النصر سيجني الكثير الكثير الكثير، وأنا متأكد من أن الرقم الذي سرب حول هذه الصفقة سيجني نادي النصر الكثير، أكثر مما دفعه بكثير. ليس المسألة ليست فقط نادي النصر، أنا أعتقد أن الرياضة السعودية، فكرة الرياضة، الخليج منفتح الآن على الرياضة بشكل غير مسبوق بعد النجاح المذهل الذي حققه مونديال الدوحة. دول الخليج، كل دول الخليج الآن تتنافس من خلال محطات رياضية، من خلال إنشاء مراكز رياضية كبيرة للتدريب، من خلال استقطاب فعاليات دولية، من خلال نوادي كبيرة. محمد العمري قال لك لماذا لا يدفع هذا من المال الخاص؟ هل لدى السعودية الشفافية لتعطينا أولا تثبت بأنه هل هذا المبلغ حقيقي أم لا؟ التسريبات حتى الآن تشير إلى 200، هذه الصفقة إلى 200 مليون دولار وحوالي نصف مليار خلال عامين ونصف. لماذا لا تأتي السعودية رسميا وتقول لنا مصدر هذه الأموال؟ أنا في اعتقادي أن الوضع الاقتصادي في السعودية وفي دول الخليج التي استفادت بشكل غير مسبوق من الارتفاع الخيالي لأسعار النفط، نحن نتحدث عن أن دول الخليج مثلا بنت ميزانياتها على أساس 45 إلى 50 دولارا للبرميل،
انتهى البرميل ب$100 على الأقل، هذا يعني أن أي ميزانية خليجية تضاعفت، وبالتالي هناك وفرة في المداخيل المادية تستطيع أن تصرف فيها، ليس 200 مليار وليس 200 مليون، تتحدث عن 200 مليار تستطيع هذه الدول أن تصرفها. أنا نصرفها على اللاعبين يعني بدل ما نصرفها على المواطنين السعوديين يا أنور والمحتاجين والفقراء في اليمن. أنا معك أن هذه يجب أن تخصص هذه الزيادات أولا على البنية التحتية، وهذا ما يحصل في بعض دول الخليج، ثانيا على النهوض بالسياحة والنهوض بالمواطنين واستيعاب وخلق وظائف جديدة، هذا مطلوب بشكل كبير جدا وهذا أمر منطقي وهذا أمر عادل. أيضا مساعدة الدول الأولى بالرعاية مثل اليمن مثل سوريا مثل العراق الآن مثل بعض الدول المحتاجة العربية مثل دول أفريقية مثل السودان، نعم هذا أمر أنا أعتقد أن دول الخليج يجب أن تنظر بعين يعني حقيقة بعين ذكية جدا إلى تقديم أيضا المساعدات لهذه الدول. الرياضة نعم شيء مختلف، الصرف على الرياضة أمر مختلف، هو أمر رياضي وأمر مادي أيضا، بالنهاية هي ستجني الكثير من الأرباح من هذه الصفقات. ما رأيك محمد، هذه الصفقات السعودية عندما يكون كريستيانو رونالدو سفيرا سياحيا ورياضيا لها، ألن تأتي الأموال بشكل مضاعف لخزينة السعودية من خلال السواح الذين سيساهم كريستيانو رونالدو بتشجيعهم على الذهاب للسعودية؟ وذكرت لك الأعداد المليونية لمتابعي كريستيانو رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه الإشكالية الآن الأخلاقية، أنه الرجل هذا اللاعب الدولي والمشهور هو يلعب كرة قدم، لماذا نحن نستفيد منه سياحياً واقتصاديا وبقية الأمور؟ فلذلك هذا الأمر يدلل الآن تاريخيا الدول التي تضخم الاهتمام بالرياضة يكون عندها اهتزاز في شرعية أو في شعبية الحاكم. لذلك نحن رأينا الجنرال فرانكو على سبيل المثال في أسبانيا كيف دعم نادي ريال مدريد حتى يكسر الحصار في السياسي الذي كان موضوع عليه كحاكم عسكري في الانقلاب قبل طبعا عام 75، كذلك الانقلاب العسكري اللي حصل في عام 78 في الأرجنتين يعني أوعز للقادة الانقلاب أن يعني يضغطوا على جميع المنتخبات ومن المنتخب الأرجنتيني حتى يفوز بكأس العالم، حتى يلهي الشعب الحقيقة عن هذا الانقلاب، وهذا ما تحقق فعلا، فازت الأرجنتين بعد ظروف وملابسات حقيقة كثيرة. فلذلك الرياضة تستخدمها السياسة كأداة، لا نستطيع نحن أن نفصل الرياضة عن السياسة، بالذات في الدول التي تزداد تسلطا تستخدم الرياضة كأداة أو حتى اللاعبين أو المشهورين، بينما الدول المستقرة سياسيا لا تحتاج لهذا الأمر، فتوكل هذه الأندية للشركات الخاصة أو للقطاع الخاص يدير هذا الأمر، وفعلا تحصل المتعة وتحصل حقيقة الإبداعات والإنجازات. أما صرف الأموال بهذا الشكل بطريقة أحادية دون مراعاة أخلاقية للمحتاجين وأصحاب الأموال، تحصل لنا هذه الشبهات الموجودة اليوم، نأتي باللاعب لكي نستفيد منه في أمور سياحية أو دعائية أخرى. فمن هنا أنا أؤكد على هذا الأمر أنه في أمر أخلاقي، نعم. لا يليق حتى في هذا اللاعب أن يختم يعني مسيرته الرياضية في بلد آسيوي بالنسبة للكرة طبعا، ويهمس طبعا تاريخه الدولي والإنجازات لكي يلعب في أندية مغمورة بعيد عن بلده وبعيد عن القارة الأوروبية مهد البطولات الرياضية. نعم. أنور، لا يمكن أن نفصل كما قال أستاذ محمد العمر الرياضة عن السياسة. بعضهم قال إن كرة القدم هي أفيون الشعوب، ولا يمكن إنكار أنه فعلا كثير من النظم القمعية تستخدم كرة القدم تحديدا وحتى منها النظم عربية لإلهاء الناس ولإغفال واستغفال الشعوب عن القضايا الأساسية. يعني ألا يمكن أن يكون رونالدو أفيونا لتخدير السعوديين وللتغطية على ما يجري داخل المملكة العربية السعودية وعلى اعتقال النشطاء السياسيين والعلماء والمفكرين؟ يعني حقيقة أنا أتفق معك أن الرياضة أفيون الشعوب، وظهر ذلك الاهتمام العالمي بالرياضة يعني شيء رهيب، وبالتالي من حق أي دولة أن تستفيد من الرياضة من النجوم. هذا الرجل يعني نحن نتحدث عن هذه الصفقة، كان يستطيع، هو قال بنفسه إن العديد من الفرق الأوروبية والبرتغالية وحتى الأمريكية يعني طالبت بعقد صفقات معه، لكنه فضل العقد، فضل الشرق الأوسط والسعودية على كل هذه العقود، وقال ذلك. وبالتالي طبعا فضلها، مين حيعطيه نصف مليار خلال عامين ونصف؟
قد يحصل ربما على مبلغ أقل في أوروبا، لكن هو جرب في أوروبا مع كل الأندية، جرب في إسبانيا وجرب في إيطاليا وجرب في بريطانيا. هذه تحتاج تحقيق أنور، لأن اللاعب شارف على الاعتزال وفي آخر يعني عمره الإنتاجي كما يقال، فمن سيعطيه نصف مليار في عامين ونصف؟ الكثير من الدول تستطيع أن تعطيه، وخير مثال على ذلك لاحظ مثلا بيلي ملك الكرة، ودع بيلي قبل يومين توديع الملوك، ليس توديع، وهو يعني معتزل من الرياضة منذ عشرات السنين، من البرازيليين وهذا شيء طبيعي. أما أن يكون كريستيانو رونالدو سفيرا سياحيا للسعودية، هل يضمن السعوديون أن كريستيانو رونالدو بعد انتهاء عقده سيبقى وفيا للسعودية؟ انظر أرنو أنور ماذا فعل بعض المعلقين البريطانيين الذين كانوا يعملوا لصالح بعض القنوات القطرية، كيف أساءوا إلى قطر وأساءوا إلى تنظيم كأس العالم في قطر بعد انتهاء عقدهم، ونسوا الأموال التي أخذوها. نعم، كان وأنت تعرف من أقصد. نعم تماما، كان هناك جحود، لكن بالنهاية مثلا قطر انتصرت، الرياضة القطرية انتصرت، المونديال حقق ما لا رغم الحرب الحقيقية التي شنت وحيكت وتوبعت بكل الوسائل، فرضت مثلا قطر فرضت أجندتها، فرضت ثقافتها الإسلامية، وبالتالي أنجحت هذا المونديال عالميا بقدراتها الخاصة رغم كل هذه الحروب. السعودية تستطيع أن تفعل الشيء ذاته، لديها المال، لديها ملاعب الكرة، لديها فريق، ولكن ما الذي يمكن أن يغطيه لاعب كرة قدم على نظام يتهم بأنه نظام قمعي، نظام يتهم بأنه يعتقل الرجال والنساء من النشطاء السياسيين لمجرد التعبير عن آرائهم؟ نعم، الرياضة، أعود لنقطة استغلال الرياضة في لصالح السياسة، هذا ليس جديدا، ليس مقتصرا على السعودية، انظر ماذا يحصل في الصين، القمع مثلا للإيغور، القمع الكبير، ورغم ذلك استضافت الصين بطولة العالم. يعني الغرب حينما ذهب إلى هناك لم يعلق كثيرا على هذه الناحية. روسيا أيضا تتهم بشكل كبير وحرمت من الكثير من البطولات الرياضية. خلط السياسة بالرياضة أمر قائم. كوبا، ولكن خلط الرياضة بالأخلاق أمر موجود. يعني مثل هذا اللاعب عندما يفضل الأموال على السكوت على ما يجري في السعودية، يجب أن أضع علامة استفهام وعلامة تعجب أنور على موقفه. نعم، لكن بنفس بالمقابل من يتابع هذا الرجل، هذا رجل أخلاقي، لاحظ مثلا موقف هذا الرجل بالنسبة للسوريين واللاجئين السوريين، قدم أروع الأمثلة وقدم منحا من ماله الخاص، وخرج في أكثر من مناسبة يشيد ويدعم ويطالب بدعم اللاجئين، له مواقف أخلاقية على المستوى العربي. هو قد لا يعلم مثلا الكثير عن السعودية، لكن يعلم عن الرياضة السعودية وشاهد ذلك بأم عينه، وبالتالي هو لديه فكرة عن الرياضة ربما أكثر من الوضع السياسي في البلاد أو مثلا الوضع الاقتصادي. ولكن محمد العمري عندما يعلم كريستيانو رونالدو أكيد سيعلم وأكيد سيكون في الصورة، والإعلام سيطارده بكثير من الأسئلة حول السعودية، فهل تظن محمد بأن رونالدو لن يدافع عن السعودية في كل منبر على الأقل طوال فترة عقده؟ أعتقد لن يتدخل الحقيقة في الشأن الداخلي أو بالأمور السياسية، وممكن الرجل يعني يكسر العقد أو ينتقل إعارة أو شيء من هذا القبيل حتى يهرب من ضغط الجمهور أو الصحافة الرياضية في أوروبا تحديدا، أو رسائل منظمات الحقوق وما شابه. لكن بالنسبة لبيلي بالمناسبة، يحسب للرجل أنه رفض التدخل أو الدخول في عالم السياسة لدعم العسكر عندما انقلبوا في البرازيل. فهذا الرجل واضح كل الوضوح له مواقف أخلاقية في هذا الأمر، وهو يختلف عن كثير من اللاعبين الموجودين. يعني ما نقول نحن يعني استغلوا سياسيا بسبب طبعا المال، هذه الإشكالية الأخلاقية. لكن هذه الزاوية تحديدا، استغلال المال، يعني كريستيانو، هل كريستيانو رونالدو لم يسمع بقصة جمال خاشقجي؟ معقول يا محمد؟ غالبا هو سمع، لكن لا أعتقد، يعني هو انصراف تام للعالم الرياضة، ولا أعتقد حتى يعني يريد أن يتدخل في هذا الأمر. هو كما ذكر الأستاذ أنور له يعني لمحات جميلة حتى في تعاطفه مع فلسطين على سبيل المثال، يوجد يعني ملامح جيدة يعني في هذا الرجل، بالمناسبة مجموعة كبيرة من أصدقائه من إخواننا المغاربة، فلذلك هو الرجل كشخص
مختلف الحقيقة عن كثير من اللاعبين، لكن الإشكالية الآن في العقد الذي وقع. احنا ما عندنا مشكلة معه أبدا، احنا نتحدث عن هذا المبلغ الضخم الذي سيتقاضاه خلال عامين ونصف. هل هذا هو المكان الأنسب لإنفاقه من ميزانية الدولة؟ هو لذلك هنا الإشكالية أنه لا يوجد رقابة الحقيقة على الأموال بصفة عامة في السعودية، فمن هنا تأتي الإشكالية. ثم اختلط المال العام مع المال الخاص كذلك في عملية التمويل، لذلك الذي وقع الآن اتفاقية الذي وقع نادي النصر، لكن الذي مول هي الحكومة، ومن هنا تأتي الإشكالية الكبرى الآن. داخليا بعض الأندية متضايقون، لماذا هذا يعني هذه المجاملة والمحاباة لبعض الأندية وإهمال الكثير من الأندية؟ فيوجد يعني إشكالات حقيقة. طيب، المال في السعودية تحرك بكل سهولة دون أي رقابة. وهناك من سيحزن كثيرا أنور من اللاعبين العرب، لماذا لم تأخذ المملكة العربية السعودية لاعبا من محترفي المغرب مثلا الذين أبهروا بمونديال قطر، أبهروا العالم كله بوصولهم إلى المركز الرابع، وكانوا قاب قوسين أو أدنى فعلا أن يصلوا للمباراة نهائية يا أنور، لماذا لم يأخذوا من اللاعبين المحترفين المغاربة بدل رونالدو؟ يعني استطيع ان اطمئنك ان الاخوه في السعوديه يجب ان ينظروا الى هذه النقطه، وانا اعتقد هي بدايه الان برونالدو. سنرى لاعبين محترفين من تونس، من المغرب، من الجزائر، من سوريا، من العراق. انا اعتقد ان يعني بدايه الطريق الرياضي الدولي لنقل للسعودية، هذا الانفتاح بدأ برونالدو لن ينتهي به. أنا أعتقد أن السعودية ستكون هناك الكثير من العيون على اللاعبين، وخاصة من الدول العربية والأفريقية، إذا أرادت السعودية أن تكون عادلة حقيقة في استجلاب، وبالتالي أيضا إثراء الرياضة السعودية ليس فقط بالأوروبيين أو بالتجربة الأوروبية، هي بحاجة أيضا تستطيع أن يعني أن تستضيف و يعني تستثمر بالكرة. لماذا لم يتم ذلك يعني، ولا حتى من باب لفتة رد هذا الواجب الكبير الذي اللاعبون المغاربة أفرحوا العالم العربي كله، العالم الإسلامي، رفعوا اسم العالم العربي كله في مونديال قطر، ومثلوا العرب أفضل تمثيل، حتى من باب رد الجميل، لماذا لم يقم نادي النصر مثل ما قام بتعاقده المليوني مع رونالدو بالتعاقد مع أي لاعب مغربي من الذين أبهرونا؟ أنا أعتقد أن ذلك سيحصل، وربما تكون هناك حلقة ثانية نتحدث عن هذا الموضوع، سيكون هناك، هي بداية. أيضا التجربة، تجربة أمريكا اللاتينية، هناك لاعبون كبار وأيضا يستحقون حقيقة أن يثروا الكرة الخليجية والعربية، وأن يكونوا مثالا يقتدى للرياضة في السعودية وفي الدول العربية. السعودية دولة كبيرة تهتم بالرياضة، وبالتالي هذا التأثير لا يقتصر فقط بالسعودية بل بالرياضة العربية، وهذا سيشجع الكثير من المحترفين العرب في حال قامت السعودية حقيقة بالتعاقد مع اللاعبين العرب. أنا طبعا أضم صوتي إلى صوتك، وأنا أعتقد أن السعودية يجب أن يكون لديها هذا الاهتمام بالرياضة العربية من خلال أيضا أعطاء صفقات وعقود للاعبين كبار أبهرون في بطولة العالم، وكانوا فخرا للعرب، فخرا للكرة الأفريقية، فخرا للكرة الآسيوية، وفخرا للعرب في المستقبل. نعم، هذه دعوة حقيقة أن يكون الاستثمار ليس فقط برونالدو، بل يكون رونالدو هو بداية الطريق يعني منهج وسيرة رياضية سعودية وعربية قادمة. محمد، المملكة العربية السعودية مرة أخرى، السؤال الأول، هل قالت بأنها لن تنفذ برامج تنموية، بأنها ستأخذ هذه الأموال من حصة المواطن السعودي في الضمان الاجتماعي أو غيره؟ لم يقل أحد هذا الكلام، حتى المبلغ نفسه ما زال في إطار التسريبات، ولم تثبته أي قناة رسمية سعودية، لم تتبناها أقصد. والأمر هذا أعلن وسرب من هذه الأندية، لذلك لم ينكر أحد أصلا، بل يتفخرون. فهذا الأمر الحقيقة واضح، يعني لا يحتاج إلى تأكيد يعني في هذا اليوم. لكن يوجد أيضا بالمناسبة يعني تحديات بعيدا عن الأموال، وهي التحديات التنظيمية أو التحديات السياسية. نحن إذا أرادوا أن يطوروا الرياضة اليوم، لابد يكون في عملية انتخابات لهذه الأندية، أو كذلك تنمية لروابط المشجعين. وهذا الأمر الحقيقة
إذا دخلت السعودية في هذا الجانب سيصبح المتنفس الوحيد للتكتلات الاجتماعية أو البشرية سيصبح في روابط المشجعين، ولو عملوا بشكل احترافي على هذه الرياضة سيشكل هذا الأتراس أو هذه الروابط المشجعين أكبر خطورة على النظام السياسي. فلذلك الأمر من أي ناحية، يعني كيف سيشكلون خطورة على النظام السياسي؟ اليوم لا يوجد روابط مشجعين حقيقية بقدر ما يوجد 5 أو 10 يحملون بعض الطبول ويشجعون وخاضعين لسيطرة الأندية وكذلك الأجهزة الأمنية. إذا وصلنا في الرياضة إلى المستوى الاحترافي سيصبح سيزداد المشجعين المنظمين، فستزداد أعداد روابط المشجعين، وبالتالي ستفقد الحكومة الحقيقة السيطرة عليهم. ومن خطورة هذا الأمر مع وجود البث الرياضي المباشر، التغطية الرياضية المباشرة ومع احترافية هذا الجمهور، ممكن يحدث شيء من الاحتجاجات بالدخول إلى الملعب لأي سبب من الأسباب. بالمناسبة لأنه 60% من الشباب في السعودية اليوم أعمارهم أقل من 25 سنة، وكثير منهم أيضا، ولكن هذا الكلام محمد يتناقض مع ما ذهبت إليه في البداية أن السعودية والسلطات السعودية تريد إلهاء الناس عن قضاياهم الأساسية من خلال إشغالهم بكرة القدم. لذلك كان هذا تم لذلك نوادي هذا كرة القدم أخذت منحا سياسيا، فهي بالعكس تكون كمن انخرط في هموم الناس وإن من باب الرياضة. صحيح، لكن من هذا الباب الآن تجميع، هو الآن لماذا الدولة تصرف كل هذه المليارات؟ لأنه يوجد عندنا كتلة 60% من الشعب شباب، الدولة تصرف مبالغ ضخمة حتى تبقيهم في زاوية الإلهاء والمتعة والتسلية، وهؤلاء يحتاجون إلى العمل، وكثير من هؤلاء عاطلين. فلذلك قضية الدخول في الرياضة الاحترافية، ممكن هؤلاء يطوروا أدواتهم وأساليبهم في رابطة المشجعين، روابط المشجعين، ثم يبدأون ببعض يعني يستطيعون أن يقتبسوا الاحتجاجات الموجودة لأي أمر اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي في هذه الملاعب خاصة، وأن هذه الملاعب ستكون مغطاة ومتابعة من العالم وليس في الدوري السعودي أو الشعب السعودي، وهذا ما سيشكل نافذة أيضا وخطر بالنسبة للسلطات مع الوقت. أنور، الإلهاء كما قال سيد محمد العمري، يعني هل هذه هي أهم أبواب التنمية التي تريد المملكة العربية السعودية أن تكون عنوانا لها في 2030؟ هل هذا هو الجانب الأساسي الذي تستطيع السعودية أن تنمي اقتصادها فيه؟ لماذا لا تضع مثل هذه المبالغ مثلا في مصانع تشغل الشباب السعودي؟ لماذا لا تطور الجامعات فيها بدلا من إرسال الطلبة السعوديين بعشرات الآلاف إلى أوروبا وإلى أمريكا؟ يعني نهضة أي دولة حقيقة أولا تقاس بنسبة المتعلمين في هذه الدولة محو الأمية. نعم، الاستثمار بقطاع الشباب، أنت تعلم تماما وأنا أعلم تماما في أوروبا وفي بريطانيا بالتحديد، حينما تذهب إلى مركز حكومي ترى سنبلتين وتحتهما كلمة أو جملة نحن نستثمر بالإنسان. نعم، في أوروبا سبقونا في هذه التجربة، لكن التجارب المشابهة التي تحققت في دول مثل آسيا، شرق آسيا بالتحديد، مثل بعض الدول هذه استثمرت مثل ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام أيضا. نعم تماما، وكوبا حتى، كل هذه الدول بدأت تستثمر في أمريكا اللاتينية. لاحظ البرازيل الآن خامس قوة اقتصادية على مستوى دولي. هذه الدول استثمرت طبعا، استحضرت واستجلبت واستجرت التجارب الأوروبية، حتى اليابان، واستطاعت أن تبني عليها. الآن بعض الدول العربية مثل السعودية، مثل قطر، مثل السعودية، مثل الإمارات، هذه الدول الآن تستجلب هذه التجارب. السيطرة على الشباب أمر بالنسبة للحكومات، كل الحكومات تستخدم. لاحظ في بريطانيا مثلا الشباب توفر لهم كل مسائل المتعة والرياضة. لاحظ الجنون، جنون الكرة في بريطانيا، هذا موجود في فرنسا، في إيطاليا، في ألمانيا، ولكن دون أن ينسوا المصانع يا أنور، دون أن ينسوا التطوير العلمي، دون أن ينسوا الجامعات، دون أن ينسوا الشغل. لكن ما الذي سيستفيده المواطن السعودي من مدينة في الصحراء؟ يعني السياحة، طب ماذا سيستفيد من السياح؟ بضعة عوائد قليلة تأتي للسياحة وأنسى الإنتاج الحقيقي، الإنتاج الذي سيبقى للمواطن السعودي، الذي سيبقى ذخرا. لماذا لا تتحول السعودية إلى منطقة جذب صناعي وليس جذب سياحي؟
للأسف ممنوع على الدول العربية، ورأينا ذلك في العراق وفي سوريا، دمرت هذه الدول التي تتقدم في الصناعة، ممنوع عليها من الدول التي قسمتها وجعلت منها دولا مستقلة أن تحظى بهذا الشرف. للأسف الشديد دمر العراق بسبب النهضة العلمية التي حصلت به بشكل كبير، دمرت سوريا بشكل كبير أيضا، دمرت الدول، بعض الدول التي حاولت في الدول العربية. ولكن المسؤولية على الدول نفسها يا أنور، ألا تدمر الدول نفسها أيضا، تدمر اقتصادها بهذا الشكل عندما تضخ الأموال بهذا البذخ الهائل فقط في جوانب الإلهاء كما قال الأستاذ محمد؟ يعني لاحظ، هذا الأمر ليس محصورا بدولة خليجية أو بالسعودية، بكل الدول العربية دون استثناء، وأيضا بالدول النامية. دائما دمج الخاص بالعام، سرقة المال العام لمصلحة الخاص، التصرف بالمال العام لمصلحة الخاص، هذا يحدث بكل الدول دون استثناء، لنكن واضحين، إلا في الدول الديمقراطية. ودعنا نكون واضحين في هذا الأمر، لا توجد دولة عربية ديمقراطية، هذا من النهاية نتحدث بكل شفافية ووضوح. أستاذ محمد، سمعت وأحد المتصلين الأخ الهاشمي من السعودية يقول أنتم تنكرون أن السعودية هي الأولى عربيا وثالثة دوليا في تقديم المساعدات الإغاثية، لا أدري إذا كانت الثالثة دوليا، ربما نحتاج للتأكد من ذلك، ولم تهتموا بذلك أو تشكر السعودية. لا يا سيدي، العمل الخير مشكور، يعني كائنا من كان من فعله، فلماذا الآن تهتموا بصفقة نادي رياضي من القطاع الخاص لتشويه سمعة السعودية؟ فطالما لم تشكرونا فلا يحق لكم أن تنتقدونا، كيف ولمن ندفع أموالنا؟ لا يا سيدي، إحنا من يدفع لأي مسكين لأي محتاج؟ هذا واجب عليه، هو أصلا يعني لا يحتاج إلى الشكر، هو يفعله لأن ذلك واجب عليه. وأنت عندما تتحدث عن اليمن فهذا واجب على السعودية، أليس كذلك أخ محمد؟ هو يعني إلى قبل 100 سنة، وأنا مطلع على وثائق كثيرة في هذا الأمر، كانت يعني أبار علي في المدينة المنورة حفرها السلطان علي دينار في والي دارفور، كذلك كانت تأتي المساعدات أغنام وما شابه من إخواننا في الصومال، كذلك الكسوة والمحمل كان يأتي من مصر، فأمور كثيرة الحقيقة، والتاريخ يتقلب يعني، أو الأيام دول، فهذه ليست منا هذه المساعدة، لكن في خلل أيضا في هذه المساعدات، أنه يوجد عندنا 12 مليون فقير بإحصائيات الحكومة، ومع ذلك جزء كبير من هذه الأموال يرسل مساعدات إلى أمريكا لبناء منازل بعد أعاصير وما شابه، حتى المساعدات السعودية غير منضبطة، تذهب جزء كبير منها على سبيل المثال للأمم المتحدة ويتوزعها بطريقتها، وجزء كبير كذلك من هذه المساعدات على سبيل المثال يذهب إلى اليمن، ولكن السعودية متسببة أيضا في مأساة اليمن. دعني أقول بس نقطة أعلق فيها على الأستاذ أنور، وهي قضية في الدول الأوروبية أو الدول ذات النظم السياسية المستقرة تكون الرياضة للمتعة والتسلية، أما في دولنا العربية والعالم الثالث تكون الرياضة الحقيقة هي لنسيان الواقع المرير لأسباب طبعا كثيرة، إذا تكلم في السياسة ذهب إلى السجن، فلذلك يكون المجال الحرية المطلقة تكون في التحليلات الرياضية وعالم الرياضة، فهو هذا المشهد الحقيقة الموجود. لذلك تجد في السعودية اليوم الحرية المتاحة للجميع، تنقد أكبر رئيس نادي أو لاعب أو حكم في الرياضة فقط، ما دون الرياضة الأمر لا، خط أحمر، وممكن الإنسان يتعرض طبعا للاعتقال والمحاكمات وما شابه. فلذلك هي الرياضة في السعودية نسيان الواقع المرير، وفي أوروبا للمتعة والتسلية، ولأن الناس فعلا هي تعمل وتكسب وما شابه. نعم أنور، أحد المتصلين يقول من الملاحظ في أغلب الدول العربية أن الحكام والحكومات لا تحسن تدبير أموال الشعوب، إما في استثمارها في الخارج أو فسادها كما فعل النظام السعودي مع شراء رونالدو بأموال مبهرة، واقتصاد البلاد العربية منهار بالغلاء والفقر، فمن الأولوية الاهتمام بالمواطن السعودي في التعليم والصحة والطرق والبنية التحتية. مرة أخرى يعني المتصلون يتحدثون عن أوجه الاستثمار الأفضل، هذا هو السؤال الأساسي، هل كان هذا هو الاستثمار الأفضل للمملكة لأموال الشعب السعودي؟ يعني اولا لست مطلعا على الواقع السعودي على الارض حقيقه كزميلي الاستاذ، فلكن ما اقراه بجد يعني مثلا عن رؤيه المملكه ل 2030 في حال تحققها تعتبر الاضخم والاهم على المستوى الدولي، يعني انت تبني دوله جديده كامله وتصرف
عشرات المليارات في البنية التحتية وفي النهوض بالدولة. هذا ما قرأته شخصيا حقيقة، لم أطلع على وقائع على الأرض، لكن هي رؤية، أنت تتحدث عن رؤية تحتاج للمليارات. الآن بدأ العمل، بدأ الانطلاق، بدأ الشغل. نعم هناك طفرة نفطية، في السابق كانت دول الخليج والسعودية بالتحديد، نعم أنا كلنا نعلم أن السعودية قدمت المنح والمساعدات للعديد من الدول العربية دائما، ومعظم دول الخليج كانت تقدم هذه المساعدات. قد تغير الوضع بعض الشيء مؤخرا ولم يكن مفيدا، لم تكن هذه المساعدات مفيدة، بل ربما كانت الدول الخليجية سببا بشكل أو بآخر في دمار بعض الدول العربية. لكن الآن هذه الدول بدل أن تصرف هذه الأموال في الحروب كما تطلبها، كانت تطلبها دائما دول الغرب، كما حصل مثلا في حرب الكويت وبعدها مجموعة الحرب الأولى والثانية، مجموعة الحروب التي جرت في لبنان وفي سوريا. نعم. الآن هذه الدول تستثمر هذه الأموال في البنية التحتية للسعودية لدول الخليج، وهذه نقطة. لماذا لم نرى تلك البنية التحتية في الفيضانات الأخيرة؟ لماذا تتكرر الفيضانات وهذه المناظر للسيارات المكدسة نتيجة طوفان بعض المدن العام تلو العام يا أنور؟ للأسف الشديد التغير المناخي الذي حصل، أنا شاهدت ذلك بنفسي، شاهدته في أكثر من دولة خليجية. دول الخليج كان المناخ فيها مستقرا لفترة طويلة من الزمن، لم يأتي في بالهم أن المناخ سيتغير في هذه القسوة، هذه السرعة. هذا موجود بكل دول الخليج، القليل من الشتاء يجعل لكن لو كان في صرف صحي حقيقي لما رأينا تلك المناظر. نعم هذا صحيح تماما، على هذه الدول الآن أن تهتم بالبنية التحتية، أن تجعل منها مدنا معاصرة، ليس فقط أبراجا شاهقة دون أساسات. نعم هناك الكثير من التقصير في هذه الدول. شكرا. سواء بالنسبة لمواطنيها أو بالنسبة للدول العربية، عليها أن تعيد النظر في هذا الأمر أيضا. شكرا لك الكاتب والصحفي أنور القاسم، وكذلك أشكر الناشط السياسي السعودي محمد العمري، وأفتح الخطوط لكم أعزائي المشاهدين. عز الدين من الجزائر، كيف ترى شراء المملكة العربية السعودية أو نادي النصر السعودي تحديدا لكريستيانو رونالدو ب 200 مليون دولار سنويا؟ السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. والله شوف هنا هذه الدول العربية خاصة الأنظمة العربية تستعمل الرياضة حتى تغطي عن البوار السياسي الموجود في 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 أوطانها وتلعن الشعوب. هذا ما كان. أنا أقول لك شوف المنبر، هدوا المنابر منقوصة إلى منابر إعلامية كما الإمام منبر إعلام الحوار. عندنا شوف في الوطن العربي عندنا ثلاث منابر، قناة الهواء، قناة المغاربية، قناة الجزيرة. ما عندهمش من الإعلام العربي. هذه يقولوها الناس الطبقات هذه. ولكن اسمح لي يا عز الدين، يعني احد المتصلين يقول لي، يعني موجه كلامه لي، يقول انت محروق دمك كده ليه؟ بصراحه انت لا تعرف السعوديه ولا السعوديين، هم لا يضعون فلوسهم الا بعد عمل دراسات جدوى مطلوبه ولا يخسرون ابدا. احمد من مصر، يعني لما لا، ربما يكون احمد عنده حق انهم ما وضعوا دراسه جدوى، وجدوا بأن هذا اللاعب لديه الملايين، مئات الملايين من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي. مجرد أنه يعمل دعاية وإشهار لأحد المشاريع السعودية سيرفع أسهم هذه المشاريع، وبترجع ال 200 مليون مئات. يا سي جمال الدين، تستطيع أن تكذب عن الشعب بعض الوقت، لكنه من الغباء أن يستمر في الكذب عن الشعب طول الوقت. هذا إلهاء للشعوب. هذا نشوف أقول لك يا سي جمال الدين، شوف هذا الهدف من هذه الرياضة، هذه من الشعوب، هذه لا لا لا, لا, لا تغني من جوع ولا من عطش. هذه السياسة تاع الأنظمة هذه العربية. شوف الحقيقة يا سي جمال الدين، هذه كلها الإعلام، هذا الإعلام عندنا الإعلام في العربية عندنا إشهاري. طيب يعني المهم هم ضروري وجود شفافية حتى نعرف فعلا الجدوى، هذا هو الأساس، إنه إذا كان في جدوى، إذا كان في أرباح متوقعة، يجب أن تكشف لنا إدارة نادي النصر السعودي عن هذه التوقعات. شكرا لك عز الدين. أبو الطيب، ما رأيك يا أبو الطيب؟ هل هو الاستثمار الأفضل لهذا اللاعب بهذا المبلغ الضخم في السعودية؟ السلام كل الكريم، أهلا بك.
والله عندي بعد ملاحظة قبل ما غادي نجاوبك على السؤال ديالك الأخ الكريم. ولاحظ معي هناك انتقادات عشواء ضد السعودية. أنا أعطيك مثلا في كرة السلة في طرف الغينة وجابوا مرة المصارعة كل شيء انتقدتها فعلا أنا موافق، لكن أن تنتقد مرة أخرى الرياضية هذا يعني بأنك أنت يعني مضاد للسعودية مهما فعلت. نفرق بين رونالدو ونفرق بين المصارعة والغناء والطرف، خلاص لابد أن نكون واقعيين. طيب يا سيدي، هل رونالدو جاء من السماء؟ طيب ما هو داس السيتي وداس البرتغال وداس الريال مدريد وداس، هل احنا احسن من هالدول مثلا الذين وقعوا صفقات مع رونالدو؟ طبعا لا، طبعا لا. وبالتالي انا ولكن وبالتالي يا ابو طيب، هل دفعت هذه الدول مثل هذا المبلغ لرونالدو 200 مليون دولار وهو على مشارف الأربعين؟ طيب يا الاخ الكريم لك الجواب، هل هذه الاموال التي دفعت لرونالدو هل تهم السعودية وحدها أم تهم العالم البشري الإسلامي والعربي؟ يا أخي نكون واضحين. مليار دولار. ماذا سيستفيد العالم الإسلامي من 200 مليون اندفعت لحساب كريستيانو رونالدو؟ وبالنهاية هذا البني آدم، هذا الإنسان يعني ما حسبه، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني كل يومك يمكن بدولار تستطيع أن تقف، ما حاجته ل 100 مليون و 200 مليون وملاعب، هذه الملايين اللي راح تتكدس في حسابه، أليس فقراء اليمن، فقراء السعودية يا سيدي، أولى بها؟ أي لا، إليك الجواب الأخ الكريم، هل هذه الشعوب الضعيفة التي ذكرتها، وهذه مثلا المواطن الغلبان، هل هو على عاتق السعودية؟ أنا طيب. على عاتق نظامه، أنا أولا أطلب النظام لكل بلد. شكرا لك. محمد من مصر، تفضل يا محمد. الصوت يتقطع يا محمد، تفضل. محمد حضرتك سمعني يا اخي؟ لا نسمعك، تفضل. ايوه فندم، محمود يا فندم، محمود. اهلا بك يا شيخ محمود، تفضل. انا اهلا وسهلا. انا شايف حضرتك ان صفقه رونالدو ما هي الا دعايه كويسه جدا للسعوديه في الفتره اللي جايه بالنسبه للاحداث الرياضيه، وخصوصا برؤية السعودية 2030 إن شاء الله بإذن الله، شايفها صفقة كويسة. من أي ناحية؟ ولو حضرتك أقنعنا. أقول لحضرتك لو حضرتك بتتكلم على الفلوس اللي بتتبذر مثلا سواء كانت كتير أو شوية صغيرين، ففي حاجات تانية بتتبذر كتير، يعني نتكلم على المهرجانات، نتكلم على المسابقات، نتكلم عن الأشياء اللي زي دي. أما بالنسبة للرياضة حضرتك، السعودية محتاجة يعني صفقة زي ديت عشان خاطر توفر لها دعاية كويسة بالنسبة للرؤية اللي جاية 2030. يعني مش هنمسك حسبة رياضية زي كده مثلا أجيال كتير تطلع كويسة وتفيد السعودية مثلا في 2030 إن شاء الله بإذن الله. لكن هو ليس مدرب بالنهاية، هو لاعب، يعني لم نتعرف على مهارات رونالدو التدريبية بعد، ما نعرف، قد يكون مدربا فاشلا لكنه لاعب ناجح، أليس كذلك محمد؟ أكيد يا فندم، أكيد محمود يا فندم، محمود أكيد محمود، يعني إحنا هو لاعب في أواخر عمره الرياضي، السبعة وثلاثين في أواخر العمر الرياضي للاعب كرة القدم، في آخر عمره الإنتاجي، لكن إذا بدنا نأخذه كمدرب هو لم نجربه بعد. حضرتك أعتقد أنه هو عنده رؤية كافية يعني بالنسبة للتدريب. طيب. لأنه خبرته في الملاعب في أكثر من مدرسة يعني. لنشوف، سنراقب ونرى. شكرا لك يا محمد. نور الدين تفضل. السلام عليكم اخي جمال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا خويا جمال. انا بغيت نقول للمشاهدين ديالي واحد النقطه، بان الاخ جمال عندما كنت من الناس الذي اشارك في قناه الحوار كنت احس بان جمال بانه دائما مع الجهه الاخرى، ولكن هذا هو الاسلوب الرائع لكي تاتي انت بالافكار وتدافع. خاصكم تفهموا الاخ جمال، انا احبك في الله. بارك الله فيك واشكرك واشكرك ونسال الله ان نكون عند حسن ظنكم، وانا يعني ربما لا استحق هذا الاطراء يا نور الدين، شكرا جزيلا لك، انما حسبي ان ادير هذا النقاش بقدر ما نستطيع، ونفتح المجال لكم ايضا لمتابعه هذا النقاش لطرح تلك الاسئله العميقه التي تدور في اذهان كل من يتابع هذه الحلقه، ما هي
حاجة المملكة العربية السعودية لمثل هذا اللاعب بهذا المبلغ الضخم أن يدفع عليه؟ بإمكانكم من خلال منابر قناة الحوار المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على فيسبوك التي طرحنا عليها هذا التساؤل أن تستمروا بالنقاش والجدل وطرح آرائكم، كما بإمكانكم أيضا معاودة مشاهدة هذه الحلقة مسجلة في موقع قناة الحوار على يوتيوب. ألقاكم الأسبوع المقبل في أمان الله.